السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب مدارس الأكاديمية العربية الحديثة، أهلا بكم مجددا طلابي الأحباء، كيف حالكم يا حلوين؟ معكم معلمة الصف الثالث الأساسي. اليوم سوف نأخذ من مادة الرياضيات الدرس الثالث من وحدة الكسور، وهو العد الكسري. لكن قبل أن نبدأ الدرس دعونا نتعرف معا عزيز الطالب على الأهداف المراد تحقيقها من هذا الدرس، وهو التعرف على مفهوم العد الكسري، العدد الكسري، توضيح مكونات العدد الكسري، قراءة الطالب للعدد الكسري بشكل صحيح، كتابة الطالب للعدد الكسري بشكل صحيح. إذن اليوم سوف نأخذ من مادة الرياضيات الدرس الثالث من الوحدة الثالثة العد الكسري. سوف نتعرف في هذا الدرس يا ثالث ما هو العدد الكسري. أكتب العدد الكسري، أمثل العدد الكسري. لكن قبل ذلك عزيزي الطالب دعونا نقوم بالمراجعة عما أخذناه في الدرس السابق. أكتب الكسر الدال على الجزء الملون. عندي أشكال وجزء منها ملون، أريد أن أكتبه على شكل كسر، والكسر مكون من أحسنتم من بسط ومقام. أحسنتم يوجد لدي 7 أشكال، 3 منها ملون، ويكتب الكسر 3 على 7 ويقرأ 3 أسباع. أما الشكل الثاني يوجد لدي 3 حبات من الفراولة، جزءان منها ملون، يكتب 2 على 3 ويقرأ 3/3. الصورة الثالثة يوجد لدي 4 كتب، جزء منها ملون، ويكتب 1 على 4 ويقرأ 1/4. أي الأشكال الآتية ظلها ربع؟ أحسنتم، باء إنها مقسومة إلى 4 أجزاء وجزء منها مظلل. هذا عما أخذناه في الدرسان السابقان. والآن عزيزي الطالب دعونا نبدأ درسنا لهذا اليوم، العد الكسري. كم تفاحة يا ثالث في الطبق؟ لاحظ يوجد لدي طبق، كم تفاحة فيه؟ أحسنتم، 3 حبات ونصف. إذن 3 حبات ونصف، كيف أكتبه يا ثالث؟ أحسنتم، أكتب على جهة الشمال 3، ثم جنبه أكتب نصف، 1 على 2. إذن يكتب 3 عدد صحيح، و1 على 2 نصف التفاحة. لماذا سميناه عدد صحيح يا ثالث؟ لماذا سميناه عدد صحيح؟ أحسنت، لأنه يتكون من عدد وكسر. إذن يتكون من عدد وكسر. إذن ألاحظ أن في الطبق 3 تفاحات، يعبر عنها بالعدد 3، وهو عدد صحيح. وكذلك نصف التفاحة يعبر عنها بالكسر نصف، وعليها يعبر عما في الطبق من التفاح بالعدد 3 ونصف. إذن العدد الكسري يتكون من 3 ونصف، 3 ونصف من عدد صحيح وكسر. أسمي مثل هذا العدد عددا كسريا. إذن عندما أقول لك أكتب الشكل على عدد كسري، لازم يتكون يا ثالث من عدد صحيح وكسر، وهو يتكون من عدد صحيح وكسر بسطه أصغر من مقامه. إذن البسط لازم يكون أصغر من المقام.
إذن تعريف العدد الكسري هو يتكون من عدد صحيح وكسر بسطه أصغر من مقامه. عزيزي الطالب، انظر إلى هذه الصور التي توجد أمامك. هيا بنا نكتبها على شكل عددا كسريا. ماذا تشاهد في الصورة الأولى يا ثالث؟ أحسنتم، حبتان من الليمون ونصف. إذن يوجد لدينا أمامك حبتان من الليمون ونصف. الصورة الثانية، أحسنتم، حبتان من البندورة ونصف. أما الصورة الثالثة، يوجد لدي حبة نجاص ونصف. إذن يكتب هكذا عزيزي الطالب، 2 عدد حبات الليمون ونصف، أحسنتم، عدد صحيح ثم كسر. إذن أكتب أولا العدد الصحيح ثم الكسر، هكذا يكون العدد الكسري. أما الصورة الثانية، يوجد لدي حبتان من البندورة ونصف، إذن يوجد لدي عدد حبات 2 هو عدد الصحيح والنصف هو حبة البندورة. أما الشكل الثالث يكتب هكذا عزيزي الطالب، حبة ونصف. هكذا قد نكون قد انتهينا من شرح هذه الصور. حسنا عزيزي الطالب، يوجد لدي هنا أيضا مجموعة من الصور. ماذا تلاحظ في الصورة الأولى؟ أحسنت، يوجد لدي نصف بطيخ. أحسنت، رائع، إنه يوجد لدي نصف حبة من البطيخ. أما الصورة الثالثة، يوجد لدي ثلاث حبات خيار. أما الصورة الثالثة، يوجد لدي 3 حبات موز. حسنا ثالث، هل هذا عدد كسري نصف البطيخة؟ أحسنتم، لا. أما حبات الخيار، هل هي عدد كسري؟ أحسنتم، لا. ولا الصورة الثالثة ليست عدد كسري. لماذا؟ لأن العدد الكسري يجب أن يتكون من عدد صحيح وكسر. هل هذا يتكون من عدد صحيح البطيخ وكسر؟ لا. والخيار والموز؟ أحسنتم، إذن ليست هؤلاء من العدد الكسري. عزيزي الطالب، هيا بنا ننتقل إلى حل السؤال الموجود في الكتاب، صفحة 69. اكتب العدد الكسري الدال على الأشكال الآتية بالأرقام والكلمات. الشكل الأول، يوجد لدي 4 أشكال. شكلان، 3 أجزاؤها ملونة كلها وجزء منه مكون من 4 أجزاء وجزء مضلل. كيف أكتبه يا ثالث؟ هيا يا ثالث، قم بالتفكير. أحسنت، أكتبه 3 عدد صحيح وربع، ويقرأ 3 وربع. أحسنتم، ننتقل إلى الشكل الثاني. يوجد لدي شكلان، مقسوم الشكل الواحد منها إلى 1 2 3 4 5 6 إلى 6 أجزاء، جزءا منه مكون ملون كامل وجزء منه ملون بس جزءا واحد. كيف أكتبه يا ثالث؟ أحسنتم، 1 عدد صحيح والكسر 1 على 6 ويقرأ 1 وسدس. أما الصورة الثالثة أو الشكل الثالث، يوجد لدي 3 أشكال وكل جزء منه مكون مقسوم إلى جزءان ملونان كامل وجزء ملون منه بس جزءا واحدا، وأكتبه، أحسنتم، 2 عدد صحيح و1 على 2 وأكتبه 2 ونصف. هيا عزيزي الطالب، قم بتدوين الإجابة على كتابك. هيا يا بطل، هل انتهيت؟ أحسنت عزيزي الطالب. هيا بنا ننتقل إلى السؤال الثاني.
ما المبلغ الذي تمثله الأشكال الآتية بالدينار؟ يوجد لدي كم دينار يا ثالث؟ هيا يا أبطال، أحسنتم، دينارين ويوجد نصف. إذن عدد صحيح وكسر، كيف يكتب يا ثالث؟ هيا قم بكتابته لوحدك. هل انتهيت عزيزي الطالب؟ هيا قم بالتأكد من الإجابة. 2.5. لماذا كتبنا 2.5؟ لأنه يوجد لدي دينارين ونصف. هل انتهيت عزيزي الطالب من التأكد من الإجابة؟ هيا بنا ننتقل إلى هذا السؤال، وهو سيكون واجب قصير. أضع إشارة صح أسفل العدد الكسري فيما يأتي. وهكذا عزيزي الطالب، قد انتهينا من جزء الأول من شرح الدرس العدد الكسري. سوف نتابع الجزء الثاني في الحصة القادمة. إلى اللقاء يا صغاري، انتظروني في الحصة القادمة.